اني بدي اسوي ريكوردينج بس بغير برنامج، بس هذا برنامج شوي حيطلع بيه ضجه، بس هو اوكي حينسمع يعني، فشي يطلع زين. اوكي يعني التسجيل ما ميت، ماكو هذا اختيار، ماكو يعني. اي اسمع، سمعوني هسه، سمعون مصطفى صوتك مو واضح. ولد او يعني لو انفصل. ها الو تسمعوني؟ اوكي بس اعيد هذا حتى اوكي. اسئله الباقيه جاهزين كلكم؟ اريد واحد غير مينا ومحمد يقولون من الحضور. اوكي تمام. يلا طبعا السلام عليكم. اتمنى اوكي. السلام عليكم، انا مصطفى، تخرجت كلية الطب سنة العام دفعة 21. حبينا هالمحاضرة نعطيكم نبذة مختصرة عن البحوث، وحندي بأول محاضرة هي الداتا كولكشن تولز. مثل ما قال محمد، باعتبار هذا هو اول شيء احنا راح نصادفه بهذا او اول مشكله تواجهنا بالبحوث. لما انا اريد اسوي بحث، اول شيء لازم اتعامل وياه هو شنو هو الداتا، وشلون اسوي كولكشن للداتا، وشنو الشغلات او الانواع مال الداتا او الكولكشن تولز اللي انا راح اتعامل وياها. فليش هذا الموضوع، او ليش احنا نسوي هالسيريز؟ ليش انا هسه بدينا سلسله محاضرات مال البحوث؟ لان احنا من خلال يعني تدريسنا بالكليه او شفنا بالكليه مجنا طلاب او لما تخرجنا، شفنا كم نقطة الطلاب يقعون بهذا الخطأ بأكثر من مرة. أول شيء مثل ما مكتوب أول نقطة، أول شيء البحوث بشكل عام دكاترة هو جزء أو شيء مهم من وظائف الطبيب. يعني طيب لازم يعرف شلون يقرأ البحث ويعرف شلون يسوي بحث على الأقل. يعني هاي من الريكوايرمنتس اللي كل طبيب يعرفها. ولهذا المفروض يعني من الستودنت جراجويت فروم ذا ميديكال كولج هي شود نو أباوت ريسيرش. ثاني نقطة، وصراحة هي النقطة الأهم اللي على أساسها إحنا سوينا هذا الميتينج أو سوينا عليها، إنه إحنا شفنا الطلاب المرحلة الثالثة خاصة أو طب بغداد أو غير كليات جزء مرحلة أقل أو أكثر ممكن بالسادس، هو دي يسوي البحث ودي يخلصه وبالآخر يناقشه وينجح بيه. بس المشكلة دي يسوي on wrong methodological way، يعني دي يسوي البحث بس الطريقة خاطئة بالميثودز مالته. يعني هو كمله ويناقشه وينجح بيه بس الطريقة مالته خطأ. فيعني هاي هو يعني شلون نقول الاساس مالته خاطئ اساس البحوث. فهاي المشكله اللي الاهم من عندنا احنا نواجهها بهذه المحاضرات. واخر شيء هسه تقولون شنو المشكله؟ يعني المشكله هنا أنا اذا انت سويت البحث وكملته بصف ثالث او صف سادس ونجز نجحت بيه، اذا باكر عقبه فكرت تنشره حصل لك مشكله كبيره. ليش؟ انه انت بالنشر حيتعاملونك مو مثل ما تتعامل ويا كليتك او الاساتذه مالتك. ان النشر النشر راح النشر راح يسوي لكم مشكله، لانه النشر مجلات بشكل عام راح يحاسبوكم على كل ميثودولوجي، يحاسبكم كل شيء سويتوه بالبحوث. فيعني هاي راح حتشوفون انه اغلب المجال حترفض البحث مالتكم اذا كان الميثودولوجي مالتك خطا او الميثودولوجي مالتك تكون غير سليمه. فهاي نقطه لازم نركز بيها. محمد اسمعني زين. تمام اوكي تمام زين. هسه داتا كولكشن، قبل ما يديني نشرح المحاضره اللي هاي طبعا اول شيء بهالمحاضره، قبل ما يديني نشرح لازم نعرف فد شغله، وين ما نروح باي مكان نسوي بحث احنا لازم تكون عندنا شغلتين جاهزات اللي هي patient consent والethical approval. احنا بشكل عام كطلاب لما نشتغل بحوث يعني نسوي بحث دائما نروح لقسم التسجيل، قسم التسجيل يعطونا فد ورقه بيها اسامينا واسماء المشرف وعنوان البحث. هاي بشكل عام راح تمشي او تعتبر اثيكال ابروفال بالنسبه لنا كطلاب. بس تبقى المشكله وين؟ اذا انت مثلا تشتغل مستشفى، المستشفى تجمع عندك فد اثيكال ابروفال خاص من دائره المدينه. بشكل عام احنا كطلاب يريدون من عندنا بس مال كليه، الورقه مال كليه تكون كافيه يعني على الاغلب. بس نوبات حيطلبون من عندكم الاثيكال ابروفال مال المستشفى حتشتغلون بيها. هذا الحكي مطالبين بيه اكثر اللي هم متخرجين. يعني اللي هو متخرج هذا الحكي مطالب بيه اكثر. يعني يسوي من المستشفى او من دائره الدائره اللي يشتغل بيها، مثلا دائره صحه الكرخ او دائره مدينه الطب والى اخره. يعني اذكر بروفه تضعك باخر ورقه موقع من مدير الصحه او مدير المركز، شنو اللي هناك السوبرفايزر هناك عليه،
لازم ترفقها بالبحث او ترفق اقلها نقول انه انا اخذت اثيكال ابروفال. طبعا هذا الحكي كله حيكتب بالبحث بالميثودولوجي، يعني انت راح تكتبون البيبر مال البحث تكتبون ترى احنا اخذنا اثيكال ابروفال من كليه الطب مثلا جامعه بغداد جامعه البصره، احنا اخذنا اثيكال ابروفال وبحث في البحث مالتنا هو موافق عليه. يعني ثاني شيء البيشنت كونسنت، انت دائما تحط بالكويشنير مالتك او بالاستبيان يعني استبيان الكتروني او بالمقابله لازم تاخذ موافقه المريض. انتم يمكن شايفينها من ينشر بحث الكتروني دائما يكتبون بدايه هل توافق على ملء الاستبيان هذا، فانت البيشنت كونسنت هم ضروري تاخذه. اذا كان مثلا مريض ما يقدر يحكي او ما يقدر يعطيك المعلومات حتى ممكن تاخذه من اهله او الفيرست كومبانيون له. فهاي النقطتين بس حطوها ببالكم. المشكله الاولى النقطه الاولى راح تواجهكم اكثر شيء بالنشر، لانه ماكو يعني لما تنشر البحث ما راح يقبلوه من عندك اذا انت ما عندك اثيكال ابروفال. احتمال ما يطلبوا منك الورقه او المستمسكات بس يطالبوك انه انت كاتبها ونوبات يحاسبوك عليها يقول لك دز لنا الاثيكال ابروفال مالتك. يعني هاي مهمه خاصه المجلات العالميه. واذا تعرفوها اكو مجله اسمها يعني انترناشونال ميديكال جورنال اوف ستودنتس، هاي تنشر بحوث مال طلاب من مختلف العالم. تريد من عندك ورقه مال الاثيكال ابروفال يعني كسبيل مثال هذا الشيء. فهي اول نقطه نحطها ببالنا انه الكيبيش كونسنت والاثيكال ابروفال. زين السيتنج، انا من راح اجمع الداتا او انا شلون راح اجمع هاي الداتا؟ الداتا انا راح احصلها هي يا اما تكون يعني حسب المكان انا اروح له او حسب البحث مالتي اللي راح اسوي. يعني ممكن تكون من البشر، يعني ممكن بيشنتس او ممكن ستودنت، يعني مثلا المرضى اللي قاعدين بالمستشفى قاعدين بالمركز الصحي او من الطلاب. يعني انت حبيت تسوي بحث على الطلاب مال مرحلتك او طلاب مال كليتك او طلاب مال الجامعه الفلانيه، فيعني هذا تقدر تاخذ من عندهم المعلومات. اثنين اذا انت ما تقدر تسوي على البيشنتس او يعني هيومنز تقدر تسوي على الريكوردز، يعني تروح على سجلات مال المرضى تاخذ من عندها المعلومات. مثلا يعني انا رحت اي اسوي بحث على الناس اللي يسوون هيموداليسيس يسوون غسل كلى، اروح مثلا اعيد اشوف اني فكرت جيتي بالي فكره بحث انه انا اروح على المركز مالتهم اخذ شنو الريسك فاكتورز او شنو الكوموربيديتيز، فاروح اخذ السجلات مال ذول المرضى اللي عندهم يسوون هيموداليسيس وعندهم رينال فيلير مثلا، اروح على المركز اخذ اطلب يعني اقدم طلب او شيء احصل السجلات مالتهم. بعد ياهو يجي يسوي هيموداليسيس انا اجي اخذ مالت المعلومات الشخصيه واشوف كم واحد عنده سكر، كم واحد عنده ضغط، كم واحد يدخن، كم واحد زارع كذا، كم واحد عنده فاميلي هيستوري ولا اخره. يعني مجرد اخذ ريكوردز من المريض ما اروح اقابل المريض بنفسه. فهاي النقطه هم ممكن كفكره بحث او فد شيء. ثالث شيء اللي هي بايولوجيكال ماتيريال، هذا اصعب شيء او اقل شيء ممكن يطبق بالعراق. البايولوجيكال ماتيريال يعني تاخذ عينه من المريض، احتمال بايوبسي، احتمال كومبليت بلاد كاونت، احتمال جينيتك ستدي، احتمال يورين سامبل. هذا شويه مزعج لانه المريض صعب حيعطيك اياها او المعامله مالتها يعني تمشي بيها صعبه. بس اكو يسوى طبعا مو ابد ماكو، بس يعني بفد شيء رير وصعب وما يحبذ يسوى يعني خاصه بالاحنا اللي الظروف اللي عايشين بيها. بعد ممكن البحوث اللي اخرى ممكن تصير ادرس مثل الايمجز، يعني انت حبيت تروح مثلا تاخذ صور من مركز معين اشعه مصدر مثلا من مركز اشعه وتحب تسوي عليها بحث معين. مثلا توديها انت او اخصائي اشعه ويشوفها ويقرا مثلا شنو الابنورماليتيز اللي عندها، يعني على سبيل المثال. يعني تاخذ يعني تاخذ تسوي دراسه مالتك على صور او على فويس مثلا، هسه بيجي اكو شيء يسموه ذكاء اصطناعي ممكن على الفويس مال المريض تقدر تسوي داتا مالتك. فالقصد يعني ملخص الداتا تقدر تطلعها من اكثر من مكان. احنا عندنا اكثر شيء نسويه احنا بالهيومنز، يعني نروح على المريض او على الطالب او على الشخص نعطيه استبيان او نسوي انترفيو مثل ما راح اشرح لكم محمد ان شاء الله، ناخذ من عنده المعلومات. هذا يعني اكثر طريقه احنا عندنا نسويها. ممكن نوبات اقل هي الريكورد طبعا ناخذها هم هاي هم نسويها. زين شنو الظروف اللي انا لما اجي اسوي بحث اروح اخذ من هاي او شنو الشغلات اللي راح تسهل لي حتى اخذ من هيك هيك يعني داتا. امثله مثلا انا اسوي بحث على مرضى الكانسر، اروح مثلا على مركز مال كانسر مثلا عندنا مثلا مستشفى الاورام التعليمي عندنا بغداد او على القناه المركز الوطني او مستشفى امل مثلا، اروح اخذ معلومات من المريض اللي قاعد ياخذ مثلا كيمو ثيرابي. يعني هذا المريض قاعد ياخذ كيمو ثيرابي حيطول ساعتين مثلا لما ياخذ العلاج يطول ساعه، فهذا هو قاعد فانا اجي اخذ من المعلومات. فهذا شيء يعني فيزابل نقول عليه. انت تقدر تاخذ المريض هذا من الاستشاري تقدر تاخذه بس حسه عليك صعب. بس مثلا هذا امثله على فشي سهل. ثاني مثال عندنا في الثلاسيميا، المرضى الثلاسيميا تقريبا كل شهر يجي ياخذ دم.
اروح على مركز التلسيم واسالهم، اسالهم او اسال اهلهم مثلا. ثلاثه، البيشنت مثلا المرضى يسوي قسطره قلبيه، اصعد طابق مثلا مال القلبيه اشوف الناس يسوي قسطره، اجي اسالهم ايش عندكم انتم مثلا هيستوري الاكزامينيشن فايندينج الطبله مالتهم يعني ولا اخره. يعني قصدي احاول اروح اخذ مرضى انا عندي مثلا متوفرين واقدر اخذ من عندهم معلومات بشكل بسيط. المثال الرابع على الموضوع اللي انتم تسووه اكثر شيء الطلاب اللي هو الاستبيان الالكتروني. هذا الشيء فيزابل سهل، انا اسوي استبيان الكتروني واوزع الرابط مالتي على القنوات او على جروبات المراحل او على الجامعات وابدي الم المعلومات مالتي، والمعلومات بعدين راح احطها باكسل وتصير فشي موضوع سهل. فهي هاي الامثله اللي انا نسويها بالسيتنج. فهاي النقطة احنا لازم نحطها ببالنا قبل ما نسوي البحث. انا شلون راح اسوي، وين راح اروح، شنو الشيء السهل، شنو انا راح اقدر اسوي. طبعا هذا الحكي كله وين ينكتب؟ ينكتب بالميثودولوجي مال بيبر مالتك. بيبر لما تكتبها تكتب هاي كلها انت شلون اخذتها، منين اخذتها، وش وقت وطبعا هاي وير على السنين يعني او على الوقت اللي عندك يعني مثلا يعني بيا سنه بيا شهر اخذتها، الوين الورع في المكان والوين للزمان مالتك انت شو اخذتها، والهاو قلنا شلون هاو عن طريق الكويستشنير مثل ما حكى محمد، انترفيو من الريكوردز والى اخره. فهو هذا ملخص يعني بسيط عن الموضوع. زين هسه راح نجي نحكي على التولز اللي انا راح الم بيها الداتا، يعني شنو السلاح مالتي راح احارب بيه بالبحث او التول اللي انا راح الم بيها الداتا هاي اللي قبل شوي حكيناها. اكو عده تولز راح نشرحها انا ومحمد وراح نحاول يعني نفصلها او نعرف شنو مكونات مالتها. اول شيء واللي هو موست كومن تقريبا احنا نسويه هو الكويستشنير اللي هو الاستبيان. هذا قسم منكم يسووه الكتروني او قسم يسووه ورقي او تروح بيه على المرضى تاخذ من عندك المعلومات. فشنو الكويستشنير؟ الكويستشنير هو اول شيء لازم نعرفه نوت انترفيو، يعني فرق بين ما واحد انا اروح اقابله واخذ منه معلومات وبين شخص اني انطيه الاستبيان هو يملي. يعني شوفوا هسه الصوره الاولى هاي اللي هنا المريض قاعد يملي استبيان بينما صوره مقابله اكو. في هاي النقطة انتو يعني اكو فرق بين ما انت تعطي استبيان المريض بين ما يسوي انترفيو، وهاي طبعا مهمة نحن نسويها بالميثودولوجي او نفرق بيناتهم. فعلى العموم الكويستشنير انا شو راح استفاد منه معلومات؟ اول شيء اعرف الديموغرافيك مال المريض، يعني انا من اي استبيان راح اجي اسوي راح اعرف المريض ايش قد المرضى راح اخذهم او راح اسوي دراسه عليهم، ايش قد اعمارهم، الجندر مالتهم شنو، وين ساكنين، المتزوج او لا، الوظيفه مالته، الدرجه الشهاده مالته، هاي كلها ديموغرافيكس انا راح احصلها بهذا الكويستشنير. طبعا ثاني شيء اوبينيونز، يعني مثلا انا اسال بالكويستشنير مالتي على فد موضوع معين انا اللي اريد اسوي له البحث عليه. مثلا نقول مثلا هل تعتبر مثلا التدخين، هل هو تعتبر التدخين مثلا ريسك فاكتور او شيء عامل خطوره لمرض سرطان الثدي مثلا. اوبينيون شوف المريض دي شوف مات الاورنس او المعلومات اللي عنده. مثلا على سبيل المثال اقول مثلا هل السكر ممكن يسوي مستقبلا جلطه قلبيه ولا اخره ايش. ونفس الشيء اخر شيء شوف الاتيتيودز والبيهيفيرز، يعني مثلا مرضى لسرطان الثدي دائما نسالهم هل الفحص الذاتي ممكن يفيدك حتى يوقي من سرطان الثدي. هذا هم يعني الاتيتيودز او البيهيفيرز، يعني هاي الاسئله انا راح اضمنها للكويستشنير مالتي، يعني راح استفاد من عندها او راح اطلع المعلومات من عندها. فهاي حطوها ببالكم انه انا شلون راح استخدم الكويستشنير والاستبيان، وهذا بيفرق عن الانترفيو. الانترفيو راح اشرح لكم اياه ان شاء الله محمد بتفاصيل اكثر. زين شنو اني اللي حق لي استخدم بالاستبيان؟ يعني الاستبيان مالتي راح اسويه اونلاين او ورقي، ممكن به هواي انواع اسئله انا راح احطها. هذه اللي تشوفوها قدامكم كلها انواع اسئله احنا مستخدميها او انتم راح تستخدموها ان شاء الله. اول شيء مثلا عندي الاوبن فورمات كويستشن. شنو اوبن فورمات؟ يعني انطي سؤال المريض هو يجاوب راحته. اقول له مثلا اوصف الكليه مالتك، او مثلا احكي لي على مرض السكر. يعني اوبن فورمات هو يحكي عليه مثلا، يعني هاي شوفوا شو راح يقول عن المريض. كلوز فورمات كويستشن مثل ما احنا ناخذ بالهستري كلكم تعرفوا كلوز، يعني اشوف المريض اعطيه سبيسيفيك كويستشن ويجاوبني عليه. يعني يفضل مثلا مثل ما قلنا مثلا هل السكر هو عامل خطوره لمرض المايوكارديا او الجلطه القلبيه ولا اخره. ممكن اسوي مالتيبل تشويز كويستشن، يعني شنو مثلا مثل بيصير واسع دراسات مثلا ما هي اعراض الكوفيد، او مثلا ما هي اعراض مثلا البريست كانسر، نعدد لهم وسوي تيك. يعني مثلا كوفيد فقدان حاسه الشم، السعال مثلا فقدان وزن مثلا الحمى، وهو يسوي تيك للشغلات اللي هو يشوفها صحيحه. فهي من نوع اخر من الاسئله. طبعا هذا اللي احنا بنفضله بالاستبيانات،
ليش؟ يعني راح يسوي لنا باكر عقبه مشاكل بالتحليل الدات لما اسوي اناليسز الداتا، يعني راح اشرح ان شاء الله بعدين، بس هذا بشكل عام يكون مزعج انه خصوصا بالاستبيانات الالكترونيه، لانه حتسوي صعوبه لما راح تفصلهم وراح تدخل، يعني خاصه بالاستبيانات الالكترونيه. عندي بعد رانك اوردر كويستشن، يعني مثلا طيب شغلات معينه وهو يرتبها حسب ما هو يشوفها الاهميه لها، يعني حنشوف مثال عليه ورا شويه. وعندي بعد contingency questions، يعني هذا اذا سؤال جاوبه ممكن راح اسوي باثوي يروح يجاوب على الاسئله البقيه. مثلا اذا جاوبت على هذا السؤال نعم جاوبني على السؤال اللي جوه، اذا جاوب لا لا يعبر مثلا، هذا هو يسموه هيك. وعندي بعد الريتنج كويستشن، يعني هو يقيم الحاله ايش قد، مثلا يعني الجو او يعني يعطيك مثلا الالم مالتك من 10 والاخر، يعني هو يقيم المالتك في الشيء اللي يعني او في ريسيرش اوف انترست او الشيء عندي انترست بالبحث مالتي. اكو شيء يسموه لايكرت كويستشن، هذا في السكيل يعني يستخدمه بواي بحوث، مثلا هل انت راضي جدا، راضي، معتدل، غير راضي، غير راضي جدا، يعني هاي هم يستخدمون. اكو بعض انواع اللوخ مثلا بايبولار ماتريكس، يعني هسه مبدئيا اقدر اقوم به. هذا مثلا رانك اوردر، اقول له مثلا برايورتايز وورك بنفيتس، يعني شنو شيء اهم عندك؟ اهم عندك مثلا راتب الموقع، مثلا تتعين الراتب عندك اهم شيء، لو الموقع مال المستشفى مثلا، الخدمات المتوفره بالمستشفى، او وركينج اورز، يعني عدد ساعات العمل ولا اخره. هذا بشكل عام قليل نستخدم احنا بالبحوث، بشكل عام قليل يعني. هذا مثلا الكويستشن تايب هاو ساتسفايد يو ويز، اعطيه مثلا خيارات هو يختار، مثلا السيرفيس كومباني قد هو يشوف مالته فيري ساتسفايد، نا ساتسفايد، فيري ساتسفايد ولا اخره. هاي تدخل لايكرت سكيل ولا هنا هذا يسموه، هذا قلت لكم السؤال اللي حيجر واحد لاخر، مثلا هاف يو ايفر سموكت ماريجوانا؟ اذا هو قال لك يس حيروح نقول له اف يس ايش قد انت مدخن قبل؟ مره واحده بالسنه، مرتين، الى خمسه، سته، عشره بالشهر طبعا ولا اخره. فنساله هنا يعني سؤال يجر سؤال. هاي اكو فيك بينا من سووها السؤال بالاستبيانات الالكترونيه. يعني هاي السؤال مثلا من سووه؟ ليش سووه سؤال اجباري؟ يعني اذا سويته او العفو هذا جوا سؤال جوا، ليش سووه سؤال اجباري؟ لانه هذا سويته سؤال اجباري وحنجبه راح يجاوب عليه اذا هم اختارناه. فهذا سوي اجباري سؤال فوق، بس الجو ما سوي اجباري. هاي ملاحظه بس تحطوها ببالكم، ما راح اذا قسم لكم حيسوي استبيان الكتروني حطوها ببالكم، وانا راح اشرحها بعدين مره ثانيه يعني. هذا مثلا عندي هم نفس الشيء، عندي هاو ساتسفايد، هم احنا عندي مثلا هاي نائبه يعني او فيري ساتسفايد او سم وات ولا اخره على كل سؤال. طبعا هذا هم يعني احصائيا مقبول، يعني هاي مو مثلا ملتيبل تشويس، يعني ملتيبل تشويس هو مزعج، هاي شويه زين يعني مو يمشي بالبحر. هاي مثلا ريتنج تايب، انا اقول له هوت كولد، ايش قد ما ويت دراي دارك بايت، يعني قد ما تكل قيمة انت حسب ما الريتنج مالتك. هذا قليل مو فد شيء كل شوي نستخدمه. هسه السؤال يجي ورا ما عرفنا، يعني عرفت المرضى راح اروح لهم او شاح اخذ ريكوردز، عرفت وين راح يداوم المده الزمنيه اللي انا عندي، عرفت انه انا مالتي البحث احتاج استبيان. زين هسه الاستبيان انا شلون راح اسوي؟ اوكي الاسئله مين راح اجيبها؟ او انا مين يعني شلون انا هذا الاستبيان راح اكونه واكمله بحيث اضمن البحث مالتي راح ينبني عليه وراح اكمله؟ عندنا طريقتي، يا اما عندي سيلف ستراكتشرد كويستشنير، يعني اني اجيب استبيان انا اسوي بايدي او انا وياي زملاء الباحثين راح نسويه وراح نوزعه. مثلا هسه انا اجي على المرحله الرابعه عجبني اشوفهم بالطبيه مثلا او غير مكان، عجبني انا اجي اشوف ايش قد هم اعمارهم، قد الجندر مالتهم ايش قد، ايش قد عندهم مثلا درجاتهم مثلا ايش قد اللي هم جايبيها مثلا بالعام السابق، اشوف ايش عندهم مثلا ديزيزز، يعني اشوف قد مثلا اذا اكو واحد من الاب والام طبيب ولا اخره. يعني انا اكتب معلومات واعطيها للشخص حتى يملي لي اياها. بشكل عام هذا يعني انا اكون تراست الى او يعني ضامنه بالشغلات اللي هي تضمن معلومات شخصيه او ديموغرافيك. يعني ماكو واحد مثلا يعرف عمره او يعرف ابوه او امه او من يعرف هالشغلات. يعني مثلا هذا نوبات الدخل باسئله يعني يسموها سايكومتريك او شغلات تضمن اجابات ممكن تختلف من شخص لاخر، يعني مثلا اقول لكم مثلا هل تشعر بالملل؟ مثلا اكو ناس يعني شنو تعريف الملل؟ اكو ناس يعتبر الملل هو ديبرشن كآبه، او اكو ناس تعتبر الملل لا هو بس متضاجع. هذا راح يكون مزعج. بس مثلا بالديموغرافيك راح يكون سهل. يعني قد عمرك، قد عندك اخوان، عندك امراض،
يعني هو المريض اللي يعرف نفسه ما راح يغلط بيها، يعني ماكو واحد مريض ما يعرف هو مرضه او اثنين راح يختلفون بنفس الجواب. اتمنى فهمتوا الفكره هاي وذا همنا فهمكم عني. بس بشكل عام هي طريقه احنا كيف نسويها. طريقه ثانيه اجيب سايتد ريفرنس، يعني اجيب كويستشنير جاهز احطه بالبحث مالتي، الكويستشنير مسويته دوله اخرى او مسويته باحث اخر في بالعراق او مصر او اي دوله عربيه او خارج. يعني مثلا اني اجيب مثلا اريد اعرف كم واحد مثلا عنده ديبرشن مرحله رابعه او مرحله سادسه، كم واحد عنده كآبه داخل كآبه. اني خلو ما اجي اسوي استبيان، اني مو هلقد اختصاص بهالموضوع، لا اجيب استبيان جاهز هم مسوي له فاليديشن وريلابيلتي مثل ما راح تشوفكم هسه محمد. اجيب استبيان جاهز واوزع عليكم واشوف مالكم نتائج، يعني كم واحد انتم حيكون عندكم كم واحد حيكون عنده يعني دخل بخانه الدبرشن اكثر. بس العفو ميوت في زهراء. اوكي تمام. فاجيب استبيان جاهز واحطه بالبحث مالتي حتى يكون في شيء مضمون اكثر. بس ها وين المشكله مالته هنا؟ المشكله جبت استبيان يحتاج ترجمه، يعني اكو هاي استبيانات لازم ترجمها للعربي يلا يفتهمون الناس. بس مثلا ناس ما يفتهمون انجليزي وامون انهم يفتهمون انجليزي ماكو مشكله، بس اذا مثلا اكو استبيان يعني صعب تجيبه اذا تم ترجمه العربي، فهاي هنا مشكله مالته. بس اذا يرهم انجليزي يرهم انجليزي ماكو مشكله، يعني اذا ناس يعرفون يقولون انجليزي توب. بس فالفكره عندكم تاخذون انتم يا اما تسوي استبيان بايدك يعني سيلف ستراكشر، يا اما يعني تكتب بالبحث مالتك او بالميثودولوجي اني هذا الاستبيان اسمه هيجي فلان انا جبته من مصدر فلاني اللي هم الناس مسويه، يعني تحط المصدر بخانه المصادر. فهي الفكره. هسه هنا يعني عرفنا احنا شلون نكتب الاسئله مالتنا زين. قلنا هاي الاستبيان يا اما راح اكتب بايدي انا نطبع، يعني نسوي وورد ونطبعه ونشيل بايدي اوراق ونروح نشوي المريض او نشوي الطالب. طريقه ثانيه نسوي اونلاين كويستشنير مثل ما تشوفون بهالصورة. هذا كان البحث مالتي حيضمن يعني ناس اونلاين، حاطين رابط يقولوا لي اياه. هذا طبعا في شيء كل سهل، بس تكتب جوجل هاو تو ميك او هاو تو كريت جوجل فورم، دخل لك اول رابط وهو يعني في شيء كل سهل وايزي، وتحصل مالته رابط وتروح تنشر بالمكان اللي انت تريد تنشر. مثلا طلاب مرحلتك تنشر بجروب مرحلتك، مثلا كلية الاسنان مال مدري فلان تروح تنشرها بكلية الاسنان، كلية التربية الرياضية تروح تنشرها، حسب يعني وين مكانك تريد تنشرها، يعني وين مالتك ريسيرش انترست تروح تنشرها هناك. اكو طرق اذا انت تريد هذا اونلاين، اذا اكو طرق مثلا هاي نفس اسمه سيرفي ممكن نفس الشيء نفس الفكره، يعني هاي بي تفاصيل اكثر ممكن يكون احلى واضبط من هذا. وهذا اخر شيء العلي من الازرق لونه، هذا يسموه كويك تاب سيرفي. هذا احسن ما انت تطبع اوراق وتجيب اوراق تكون هواي ببيتك، هذا الاستبيان تسويه يعني تليفونك او بالايباد مالتك، فتروح انت للمستشفى او المريض الاستبيان بايدك يعني مجرد اختيارات، والنتائج مالتك راح تنخزن على الاكسل مباشره بدون اوراق بدون مشاكل. بس هذا مشكلته انه ممكن يعني باشتراكات يعني نوبات يعني بفلوس يعني يصير نوبات لازم الداتا مالتكم يوم بيوم يعني تحافظون عليها لانه نوبات تنمسح، فيعني تكون لازم فاميليار ويا الموضوع عشان تسجلون بيه، لانه نوبات هواي طلاب خطيه سجلوا كملوا يعني حصلوا سامبل ونحذفت. يعني بس تكونوا انتم يعني شلون تعرفون الموضوع يعني قبل ما تسوون وتشاركون بهذا التطبيق. بس بشكل عام فشي كلش حلو، حيختصر لكم اوراق وحيختصر لكم جهد، لان قبل حيصير اكسل وفشي كلش حلو يعني، بس عرفوا عليه قبل ما تقوموا يعني. بما انه انتم اغلبكم يعني انا حسب ما اعرف او حسب ما شايف من اصدقائي او الدفع اللي قبلي حيسوون اغلبكم هو السيفيانات اونلاين، يعني انتم حتشوفون السيفيانات اونلاين. شنو الشغلات اللي نشوف الاغلاط اللي كمان تسووها او الشغلات اللي انتم هي مو غلط نقول عليها بس راح تتعبكم بعدين كلش لما تكتبون بيبر وتطلعون نتائج كل شوي راح تتعبكم. فتعرف هاي الاخطاء عرفوها حتى نتجنبها باكر عقب. اول شيء افويد ان مالتيبل تشويس از بوسيبل، ايش قد ما تقدر حاول تبتعد. يعني انا بدل ما اقول ما هي اعراض كوفيد سعال سخونه ضيق نفس ولا اخره، اسوي اذا كل وحده تشويس، يعني من اعراض كوفيد السعال نعم لا، اعراض كوفيد الحمى نعم لا، احاول اجزاء اكثر ما هو ممكن يسوي. مو غلط يسوي مالتيبل تشويس ابد مو غلط، بس حيتعبك انت بالاحصاء، يعني بالاحصاء حتتعب كلش هواي يعني، وما انا صراحه ما افضلها ابد يعني، بس انت تقدر بس يفضل تجزئها لعده اسئله حتى يكون لك في السهل باشوفها بالاحصاء. اثنين همين افويد اسايز، يعني كتابات يعني اوبن كويستشن، اوبن كويستشن عفوها يعني ده بالاحصاء، يعني انت مو مثلا تقيم مثلا يعني فد مرض معين السكر، قيمه تقيم الناس ايش قد تعرف عن السكر، مو تقول له احكي لي عن السكر تطلع السؤال، هو ممكن
حيحكي كلهم محمد. بس يعني حتى الجانب هذا حط الريسك فاكتور مال السكر. يعني مثلا من اعراض السكر هو تدرر كثير، من اعراض السكر جفاف الفم، من اعراض السكر فقدان الوزن. نعم لا نعم لا، احسن ما اقول له احكي لي عن السكر شو اعرف عن السكر. يعني اتمنى وصلت الفكره. بس مثلا الايج العمر لا، انا احطه يعني خما يعني احط العمر، لان اكو هاي عمر خما تكتب يكون لا، يعني قول له قل عمرك تحط له فراغ وتبي، يعني هاي عادي الايج مثلا. نفس الشيء جامعات، مو تقول له انت من يا جامعه وهو يكتب لك بكيفه. الجامعات تحط اختيارات، تخرج يا جامعه وانت بيا جامعه، مصنصريه، بغداد، كندي، بصره والى اخره. يعني مو تحطوهم ما تبي يا جامعه، هذا بالاحصاء يتعبكم كلش هواي. زين. Keep an eye on which questions to be mandatory. قلت لكم قبل شوي اكو اسئله هاي مترابطه، هاي اللي سؤال يجي سؤال. دائما السؤال الاصلي لا تحطه اجباري، لان يعني المريض او الشخص جاوبه لا نو حيعوف البقيه. اوكي هذا سؤال اجباري، بس الاسئله الفرعيه لا لا تحطها اجباري، يعني المريض اذا او الشخص جاوب لا بالبدايه بعد ما بدا يجاوب على اسئله فرعيه. فهاي نقطه، يعني فليش ما نشرون استبيانات وحطها كلها اجباري اسئله، يعني هو حط اجباري يعني حيجيب داتا فولس، لانه المريض الشخص اللي يملي الاستبيان حيضطر يملي حتى يسلم الاستبيان، فهذا الشيء راح ياذي. فهاي طبعا هذا حكيته بالبراكتس يعني، وبنا ما حسوا الاستبيان حتى تذكرون يعني فسيضوا بالكم انتم تعرفون. دائما الاستبيان هاي نقطتين نسويها، لما نسوي دزل واحد خليه يقرا لك اياه حيطلع لك باغلاط. الاستبيان دائما لا تسوي بيوم واحد، نصيحه دائما الاستبيان تسويه يوم ثالث يوم رابع يوم، كل يوم حتفتح تلقى بيه غلط. قد ما انت تدقق بالاستبيان حتلقى بيه اغلاط. فعلا هذا النقطة يعني شوية لحو، شارك أكثر من واحد، أنت شوف قبل بين يوم طلع أغلاط من عنده. وقبل ما تلم الداتا الأصلية مالتك، أخير شيء نقطة خامسة، سوي سامبل. ودي على أهلك على جماعتك بخي يملوه وشوف الداتا شلون راح تطلع، النتائج شلون راح تطلع. حيطلع لك إذا طلع أغلاط تطلع. فهاي النقاط يعني أتمنى خاصة بثلاثة تو تهتمون بها حتى تقوم بأغلاط لغيركم. اكو نيو موداليتيز بالنسبه للكويستشن، يعني حتى الداتا يعني الفون قلنا عليها والميل واونلاين، حكينا مع كويستشنير وفيس تو فيس. دكتور محمد اللي حيوضحكم اياها اكثر. هاي اكو طريقه مال الميل، يعني يلم الداتا عن طريق هاي الميل، ويعني هاي شوفوا الجورنال هنا، يعني هاي الطريقه صارت قديمه وهسه ما حد يستخدمها اصلا، يعني قليله كلش. شوفوا حتى 1990 دراسه قديمه، يلمون السامبل عن طريق ميل ما شنو. فيعني هاي يعني احد طرق البحث، وكل محمد حيحكيكم عليه اكثر. بس قليل هسه بتستخدم يعني. ف هسه محمد تتكمل او يا مساء اني اوكي مشكور عاشت المصطفى. هسه حنجي على الكويستينير، اذا نريد نستخدم مثل ما قال مصطفى احنا هم نستخدم الكويستينير حاضر وجاهز ومرتب، وهذا الشيء اللي مفضل بكل العالم. انت اذا لقيت كويستينير صحيح ومضبوط استعمله، اذا ما لقيت ابدا هالوقت يلا تروح تصمم الكويستينير، لان مو شغله سهله ويحتاج له تعب. الموضوع الكويستينير موضوع كلش حلو، الواحد من يتبحر بيه حيبدي يشوف اشياء غريبه ويبدي يتونس كلش بيه. انا من الاشخاص اللي كلش احب اصمم الكويستينير واسوي بيه، مثل ما انت تصمم بنايه، مثل المهندس المعماري تصميم الكويستينير نفس الطريقه، نفس الفكره. من تصمم الكويستينير لازم اعرف اني شو الاسئله اللي احط بيها، وين احط مكانها، شو اسال هاي الاسئله، هاي اسئله للمريض، اسئله لاهله، كل هاي النقاط لازم انا احطها ببالي من اسوي الكويستينير. نيكست مصطفى، احكيكم على تجربتنا. احنا بدنا نسوي بحث، كنا مخلصين صف ثاني، بدنا نسوي بحث، اختارنا موضوع بوقت الثلاثيني، بدينا نريد نختار نسوي كويستشنير. طبعا احنا بدنا كل شيء ما نعرفه نسوي، حتى كنا مدارس ميثودولوجي، بس نريد نجرب. بعدنا اخذنا الوارس فسوينا استبيان. انا كتبت فيرست ترايل، ما صورت لان الاستبيان يعني كان استبيان كلش تعبان، عبارة عن أسيات، كل شيء بي ديسكريبشن وحاطينه باراجراف ويكتب كل شيء هو سوى مخرب. وقتها احنا سويناه فرحانين، ما ندري انه هذا تعبان. احنا سألنا قلنا له هذا ايش رايكم؟ شو الاستبيان؟ ترى هذا يتعبكم، ما قدرت تحصلون منه اي نتيجة. وفعلا بدلناه سويناه نسخة ثانية،
شوفني يا مصطفى، سوينا هاي النسخة اللي تشوفوه، سوينا كل multiple choice، سوينا بشكل مثل الجدول table، يعني مثلا name of the child، حاطين child the father and mother، فده أشياء كلش هوسة. طبعا جينا أول مرة، وأنا أقول إن أول مرة واحد كل شيء ممكن يسوي. بعدين سألنا، قلنا لهم شو رأيكم بي؟ قالوا هذا تعبان. مصطفى نيكست، وصلنا للثيرد ترايل، هذا النسخة من الاستبيان اللي سويناه. إذا تشوفوه مو كلش واضح، بس مثلا تقرون إنه أكو contingency questions، إذا تشوفون أكو بيها closed question، كنا حاطين آخر سؤال open، مزجنا كل الأنواع. شكو نوع نعرفه من الأسئلة جينا وحطيناها. وبعدين تشوفون أكو true false true، حطينا في سكور اللي يجاوب كل سؤال صح له غلط نعطيه درجة. مع سؤال مثل امتحان لو كان في شيء wrong، بس يعني أقولها إنه هذا was the first time، وهذا اللي وصلنا وطلعنا من عنده نتيجة، والبحث نشرناه بعد تعديلات هواية، كل شوية عدلنا بيه، وكانت جورني طويلة بالنسبة للبحث، بس أنا حد أنا أعتبره يعني أفضل بحوثين يعني هو اللي تعلمت بيه. نيكس مصطفى، من إحنا نصمم الكوستينير أول مشكلة حنوقع بيها هي validity. شنو يعني كلمة valid؟ نقرأها measure what it is intended to measure، يعني المفروض الاستبيان يقيس الشيء اللي صممه حتى يقيسه. يعني أنا صممت questionnaire حتى يقيس الدبرشن، لازم هذا الاستبيان يقيس الدبرشن، مو مثلا يقيس الكآبة، مو مثلا يقيس الملل الضجر، لا أريد بس دبرشن الانكزايتي، لا أنا صممت على الدبرشن أريد يقيس الدبرشن. مثلا أجيب جهاز يقيس ضغط، لازم هذا الجهاز بس يقيس الضغط، اذا طلع يقيس مثلا البلس ريت هذا مو فاليد تول. اجيب اي انسترومنت مثلا بعد نقول استبيان حتى يشوف لي رضا زبون عن شركه، اذا ما طلع لي رضاها مثلا طلع لي حياتي الاجتماعيه، هذا الكويستيونير از نوت فاليد. هذه فكره الفاليديتي، يعني الكويستيونير يكون مصمم حتى يقيس الشيء اللي احنا صممناه عليه. زين، تشوفون هذه الميل اللي شو اسمه اللي تمتحن، هاي المفروض امتحان طبعا. هذه اول ما دخلنا طب كانت هاي الصوره عن الامتحان. حقيقه هذه الامتحان هو مو فالد، ما حيقيس اي ما حيقيس النولج ولا يقيس السكيلز اللي احنا تعلمناها. نيكست، هذا الامتحان هو الفالد، هذا الاوسكي اللي نقعد سراوات وبعدين يصير الجرس البيض ونفتر على المحطات. هذا هو الامتحان valid assess the knowledge and the skills. وهي انتو طبعا المرحلة الثالثة من تحنو، هذا هم valid assessment OSCE. فلازم يكون ال valid questionnaire valid مثل ما هسه حنشوف، حتى نتأكد انه هذا ال questionnaire ده يقيس لنا الشغلة اللي احنا نبحث عنها، اللي يقيس لنا الكآبة، اللي يقيس لنا الملل، اللي يقيس مثلا مستوى المعرفة أو الأويرنس مع الناس عن مرض معين. لازم كوستينير فالد. فالديتي is a big subject، أنا أحب الفالديتي وايا أقرأ عنها، كل ما أتعلم نوع فالديتي كل ما أتعلم بعد شيء. شوف شو إذا كو بعد أنواع في الموضوع كلش ضخم، بس إذا رد نقسمه على 3 types على general، بس كل واحدة بعد بيكون sub types. اللي حنقول عليه هي criterion، هذا نوع. نوع الثاني content validity، نوع الثالث construct validity. زين، ياهو الأسهل بيهم content validity. طبعا تشوفون بالأحمر validating a questionnaire may be the objective of an entire study. مرات بحث كامل انت تسويه حتى تقول هذا الكويستيونير ما تبالت. احنا سوينا بحث، سوينا عن فود اسسمنت فود فريكوينسي كويستيونير، كان عنوان البحث هو اسسنج ذا فاليديتي اوف ا كويستيونير. ف
لا تقللون من قيمه الفاليتي. الكرايتيريون الكونستراكت شوي اشياء مور ادفانس يحتاج لها سوالف ستاتستكس، بينما الكونتنت حلو وحيضيف قوه للبحث واي كوستشنير تصممه. نيكست تشوفون هذه فاليديشن ريسيرش، بحوث كامله الاوبجيكتيف مالتها انه اسوي فاليديشن هذا الكوستشنير. خلينا نبدا بالبحث مالتنا بايس developing relatively validated and reliable and reproducible for the frequency questionnaire in Baghdad, Iraq. هذا بس ردنا نسوي validated and reproducible for the frequency questionnaire. تشوفون هنا الثاني the development and initial validation of a questionnaire to measure help seeking behavior in patients with new onset rheumatoid arthritis. يعني ال objective مال هذا الريسيرش هو بس يسوي يصنع questionnaire ويسوي له validation. فاليديشن سبجكت كبير لا تقللوا منه ابد، وهذا منشور جورنال كلش قوي هذا البحث. نيكست شوفوا الفيس والكونتنت فاليديتي. فيس فاليديتي احنا نقول واحد متفلسف، شلون يعني؟ يعني انت تباوع على الكوستينير مالتك اللي تريد تصممه وانت تقرر نفسك هذا كوستينير زين لو لا. طبعا الكل اي انسان يسوي كوستير لازم يقرا خوما يسوي كوستير ما يعرف ايش بيه، هي هذا الفيس فاليديتي. شنو هذا الفيس فاليديتي؟ مثلا انا اذا اريد اسوي كوستير يقيس مثلا الدبرشن، اليوم احكي عن الدبرشن، يقيس الدبرشن. من المنطقي انه الاسئله اللي بيه مثلا انت عندك واس مارس نشاطاتك، اكو ديستربنس بالسليب، اكو ديستربنس بالاكتيفيتي، هاي الابيتايت، هاي النقاط لوجيك انه انا احطها باي استبيان ب ديبرشن. هاي ما يعني اي واحد شويه عنده معلومات عن ديبرشن حيعرف هذا الشيء. فهذه الفيس فاليديتي شوفوا حتى صورتها صغيره، بينما البيج از ذا كونتنت فاليديتي. شوفوا دول ناس كم واحد، سبعه مجتمعين يناقشون هذا الكويستيونير valid or not. يعني استعين بخبراء، مثلا بحث مالتي ديبرشن اجيب خمسه سايكايترست اقول لهم يا باني اذا اسوي هذا الكويستيونير مالتي اقروه قيموه انطوني نصائح. هذا كونتنت فاليديتي. تعرفون اكو غير طريقه حتى نسوي بيها كونتنت فاليديتي؟ اني اشوف ناس مسوين مثلا بحوث عن الديبرشن كويستيونير، اجيب اقرا الكويستيونيرز مالتهم، ما اخذ نفسي اجيب جزء منه جزء منه جزء منه. This is subtype of a content validity. يعني حصلت في validity، بس طبعا مو مثل ما انه يكون اكو مجموعة يعني expert هذا subject بدون الرأي بدون التعديلات عليه. Next طبعا تشوفوا هذا content validity، اقروا هذه في research published شلون نسوي الكونتنت فاليديتي. دول اكسبيرت زين، ودول الاكسبيرت اختاروهم بيز اون يعني انه عندهم نولج وعندهم ببلشت ارتكلز وناس مشهورين بهذا المجال زين، وراها قلنا لهم قيمونه. وحتى من قلنا لهم قيمون هذا البحث اعطوا طريقه شلون يقيموه، وش قد الديوريشن مال التقييم. فالموضوع از نوت سمبل، بس على الاقل على الاقل at least one expert. يعني مثلا استعين اقول يا مثلا دا اسوي بحث عن هيماتولوجي، اسال اروح اشوف هيماتولوجيست واحد او اثنين يفهمون بالموضوع. استاذ انا عندي هذا الموضوع خليني نصائحك، شنو رايك بهذا الاستبيان؟ شنو اللي احتاج اعدل عليه؟ هذا الكونتنت فاليديتي. هذا طبعا وزنه من تنشر بحثك، يعني سويت كونتنت فاليديتي وزعته المشرفين، وزعته الاساتذه جو يقروا اعطوني رايهم، عدلت علي هذا النسخه مثلا، رجعت سويت يعني شو اسمه كونتنت فاليديتي هم جو اكسبيرت يجوز نفسهم او غيرهم وقيموا الموضوع. نيكست اقدر احمد اتاخر شوي صغير مثلا يعني اعطيكم مثال يعني اضافه اللي قال محمد، مثلا هسه انا اريد اشوف وعي الناس على السكر. اوكي احنا مثلا مثال اجتماع بداية انا كسوي احسوي كونتنت يعني ابسط شيء، يعني لا تعقدوا الموضوع مو في شيء حاليا، يعني خذوه بابسط صورته انه اروح اشوف مثلا
اذا طب بنات مثلا طب بغداد اروح اشوف مثلا اللي هم اختصاصهم سكر، منهم دياليتس، منهم دكتور عمر ودكتور منى، اروح اشوف الاستبيان انا سويته، اقول له شلون الاستبيان بحيث اللي يسوي دايركت او ستاديك دايبيتس لو لا. مضافه لذلك اروح ادور بالانترنت اشوف الاستبيانات المنشوره عن الموضوع، مثلا اكتب awareness of people on diabetes واشوف شناشن الناس واجي احاول اربط هذا الموضوع، يعني اسوي ريتشر ريفيو عن الموضوع واروح اسال اكسبرتس. يعني هذا يعني احنا نسويه عاده موضوع اقل، بس هذا احنا نسويه بشكل بسيط. يلا مصطفى سينكس تعرفون في النقطة أساسية البحث هو في شيء جولد ستاندرد. الجولد ستاندرد هو الشيء اللي حاعتمده بالتشخيص أو بالديسيجن، قرار مالتي اللي حاطينه. هو غالبا قد يكون دايجنوستيك تيست، قد يكون حتى مرات كويستشنير، هو هذا اعتبره الجولد ستاندرد. هذا الجولد ستاندرد مثلا أنا إذا صمم كويستشنير جديد لازم اخلي في الجولد ستاندرد اقارن هذا الكويستشنير به. اكو مثلا انا شفت استبيان منشور عن مثلا الاورنس ابو الدايابيتس، هذا الكويستشنير منشور قوي، انا بسوي استبيان جديد، شو اسوي؟ اقارن نتائج هذا الاستبيان ويا نتائج الاستبيان ذاك المنشور. اريد اصمم جهاز يقيس الضغط، شو اسوي؟ أنا هسه عندي جولد ستاندرد هو المركز في المونوميتر، جهاز الضغط الزئبقي. أقيس الضغط جهاز عادي الزئبقي وأجيب جهازي الجديد أقيس به وأقارن بين القراءات. باعتبار إحنا الجولد ستاندرد كلنا متفقين إنه هذا فتوم كلش قوي وإحنا كلنا نعترف به. إذا طلع الجهاز مالتي الكويستيونير مالتي كفاءته والبريدكشن مالته مثل الجولد ستاندرد، اذا هذا يعطي دعامه انه الاستبيان مالتي قوي او التول مالتي قوي. حتى الخص لكم اياها ما طول الموضوع، انا اذا اريد اسوي هسه بحث اولا اذا اختار كويستشنير، اذا لقيت كويستشنير جاهز وحلو ومرتب اختاره بكل سهوله، وليش احير وتعال فلان تسوي فاليديشن وهاي اختاره. اذا ما لقيت ماكو استبيان، اجي ادور سيرش بالباب ميت، جاب شنو البحوث المنشوره عن هيج موضوع، عن الدايابيتس اويرنس كويستشنير، عن الدبرشن كويستشنير، ادور بيه شنو الاشياء الموجوده، اقرا من الاستبيانات، احاول اخذ من عندها اشياء اقدر اطبقها بمجتمعي. اكو اشياء ممكن تطبق واكو اشياء ما تقدر تطبق، لذلك يسمون ادابتيشن حتى للكويستشنير. اخذ كم سؤال منا كم سؤال منا كم سؤال منا، مرات اذا رحمت اجيب الاستبيان كله، بس اذا ما قدرت لا اخذ منا اخذ منا ارتب استبيان، ورا ما رتبته اشوف فيس فالنتي هذا الاستبيان واضح احتاج في نقطة بعد لو ما احتاج، احتاج اضيف بعد كم سؤال، شفت ما احتاج كم سؤال اشوف فد خبير استاذ عندي بالكلية، فد واحد مشهور ممكن اراسله من غير دولة، بس عادة أكثر شيء سهل هو أستاذك بالكلية، أنت درسك مثلا روماتولوجي، أروح يا أستاذ تقدر تسوي لي هذا كونتنت فاليديتي؟ إذا واحد سوى لك كونتنت فاليديتي فأنت حصلت في شيء ممتاز. بعد ما سوى لك كونتنت فاليديتي إجاك هذا الأستاذ أعطاك تعديلات عدلت على الاستبيان مالتك، حتجي جرب الاستبيان مالتك وحاول تقارنه في استبيان ثاني بالنتائج. إذا نتائج طلعت متقاربة إذا الاستبيان مالتك هذا good validity relatively. أطلب منكم إنه validity في الموضوع كبير، إحنا نحسب الأشياء بسيطة واللي تفيدنا كلش بتقوية البحث والكويستشنير. next مصطفى هسه حنيجي على شغلة ثانية reliability، أنا الكويستشنير لازم valid و reliable. من يعرف اللي بالصورة؟ إني إذا أحد يعرف خلي يكتبني بالكومنتس. كتبوا بالكومنتس من هذا بالصورة. دارت فيدر. إيه عاشتكم. هذا ما تين فيفرت فيلن طبعاً من كنت صغير وحد أنا يعني أعتبره فيفرت. الإجابة بالنص. أسأل مجموعة عرفته. كنا قالوا هذا دارث فيدر.
مثلا صورة ثانية أنا دارث فيدر بس محترم أكثر زين وطالع هيبة شوي. الصورة الثالثة وراها أنا هم دارث فيدر بس كشخة كلش. الفكرة إنه أني من شوفتك الصورة الأولى والصورة الثانية والصورة الثالثة حجمها اختلف، الظروف الألوان مالتها اختلفت بس بقى نفس دارث فيدر ما تحول إلى غير شخص. الاستبيان من يكون ريلايبل اذا اعطيتك اياه اليوم، اذا اعطيتك اياه بعد اسبوع، اذا اعطيتك اياه بعد شهر، المفروض النتائج متساوي او متقاربه. ما اقول بالضبط متساويه بس متقاربه. كل ما يكون اعطيك اياه اليوم ورا اسبوع اعطيك تعطيني غير نتائج معناه هذا الاستبيان مالتي مو ريلايبل. كل ما يتغير الوقت يتغير النتائج فهذا مو ريلايبل هذا الاستبيان. طريقه ثانيه اني مثلا اني فد شخص هسه شوف مثلا ذني هسه هذا النوع الاول سميه تيست تري تيست، يعني اسال المريض واجي ورا فتره اعيد سؤاله اقول له اذا طلعت نتائج متشابهه معناها هذا عنده تيست تري تيست ريلايبلتي عالي. هو تيست وري تيست يعني اطبق الاستبيان ورا فتره اعيد تطبيقه. الفرق هو بالزمن، فرق زمني، طبقته اليوم مرة أسبوع أطبقه مرة ثانية لقيت نتائج متقاربة هذا تيست ري تيست ريلايبلتي. النوع الثاني اللي تشوفوه هو انتر ريتر ريلايبلتي. شو انتر ريتر ريلايبلتي؟ شايفين امتحانات الأورال؟ امتحانات الأورال يقعدون اثنين أساتذة يسألون أسئلة، إذا أستاذ أعطى الطالب 80 والأستاذ الثاني أعطى 80 معناها الانتر ريتر ريلايبلتي عالي، اثنيناتهم بيقيمون بصوره مضبوطه، والمفروض هذا اللي يصير. بينما اذا احد استاذ اعطى 90 والثاني اعطى 50 او اعطى 40، معناها الانتر ريتر ريلايبلتي قليل او سيء. زين احنا شلون نشيكه؟ ممكن احنا باحثين، عندنا البحث اني ومصطفى مثلا نسوي البحث. واذا نسوي بشكل كويستير وانترفيو. يعني جبناه تنطبقه كانترفيو مو ككويستير. انا حاسال مثلا ومصطفى يسال او واحد منا يسال والثاني بس يسمع. وهو الثاني حيعطي يقيم الانترفيو من الورقه مال الانترفيو. اذا طلعت النتائج مال الانترفيو داتا مالتي مثل الداتا جمعها مصطفى هذه عندنا انتر ريتر ريلايبلتي عالي. اذا طلعت نتائج مختلفه كل واحد شكل هذا الانتر ريتر ريلايبلتي تلف. هذا النوعين هي اهم انواع ممكن واحد يحصلها اللي هي تيست ري تيست وانتر ريتر ريلايبلتي. النوع الثالث انترنال كونسستنسي. هذا الانترنال كونسستنسي هو شيء احصائي، يعني انت عندك النتائج وتشوف هل هذه الاسئله احصائيا ريلايبل ولا لا. مو فد شيء تطبقنا بالاحصاء ميلك انه هو internally consistent or not. يبدو خروجكم بي بس عرفوا انه في شيء اسمه internal consistency. اذا احد interested ممكن يقرا عن الموضوع بس هو في مصطلح احصائي يقيس انه الاسئله مرتبطه واحده ويا الثانيه وريلايبل اور نوت. شيء احصائي هذا مو بتطبيق مثلا مثل الاول التيست ري تيست افحص واعيده ورا اسبوع. انتر ريتر نقعد اثنين نقيم نفس المريض. البارلل فورم ريلايبلتي مثلا اجيب كويستيونير نفترض انه ب مثلا 50 سؤال، هاي ال 50 سؤال اقسمهم 25 ب 25 واعطي للمريض. اذا طلعت متشابهه اقول هذا البارلل فورم ريلايبلتي عالي. بس اخذ فكره عنه هذا ما نطبقه هواي. نكست مصطفى. شو هالصوره تدور شنو هاي؟ حتى يكون الكويستيونير ريلايبل لازم نفس النقطة تصير، يعني كل ما أعيد اختلاف الزمان اختلاف المكان النتائج متشابهة. مثل ما نشوف بهذا الجو على اليسار شوفوا ريلايبل هو ما جاب التارجت بس هو نقاط متقاربة واحدة بصف الثاني. تشوفوه هو ما جاب التارجت فهو مو فاليد. الفاليديتي تقيس لك ايش قد انت تتحقق توصل من اللي تريده، ايش قد انت تقيس measure what it is intended to measure.
على اليمين شوفوا كلهم قاعدات بالنص وكلهم متقاربة، يعني هو reliable valid، لأن يجب التارجت قاس الشيء اللي احنا مصممينه حتى يقيسه، ومن دي يتكرر بيطلع نتائج متقاربة. نصعد الفوق نشوف انه هذا unreliable unvalid. ليش؟ لأنه الكوستينير مدى يجيب نفس المكان مقشر ومدى يقيس السنتر مالته. النقطة الثالثة هاي العليمة unreliable مقشر، بس احنا ما شفنا بقى فالد. ليش فالد؟ احنا بالحقيقة مدى نقيسه هو مدى نقيس تارجت، نقيس الأشياء اللي حوله. هذا الكونسبت مثل مرات يصير إحصائية، يعني بس أخذ فكرة أنه مرات تشوف الأشياء مقشرة ومو في شيء معين دي يقيسه، لأن يقيس أصلاً هو confounders. Next، بس أخذ فكرة عن أكون ويجي الكونسبت. أنا واحد ورا ما يخلص الفاليديتي ورا الريلايبيليتي ايش يصير بي؟ زين؟ طبعا الفاليديتي والريلايبيليتي موضوع كلش كبير، بس انا اشجع انه يسوي واحد هاي الستبس، انه يبدي اول شيء يقرا البحوث، يختار البحوث مشابهه لبحثه، اذا لقى نفس الاستبيان يختاره، ما لقى يصمم كويستيونير، بعدين يقيمه بعقله هذا الاستبيان زين لو لا، هذا حصل فيس شافه زين، اروح على مجموعه اكسبيرت اساتذه دوني رايكم بهذا الاستبيان، اذا قالوا هذا الاستبيان زين هذا هو، اجي احاول اقارنه بجولد ستاندرد، فد استبيان قوي، فد تول قويه، اذا طلعت النتائج مالته زينه خلاص فاليديتي. بالريلايبيليتي ممكن اجيب مجموعه مرضى، مثلا قابلت مرضى 10 مرضى، ورا اسبوع اعيد المقابله ويا ذول العشر مرضى، اذا طلعت النتائج متشابهه فهذه تيست ريلايبيليتي، تيست ريتست ريلايبيليتي عالي. وممكن اجيب اني وزميلي اثنيناتنا نسال كم مريض، فد 5 10 100 على الاقل، وحصر تيست ريتست ريلايبيليتي. بس تشوفون هي ستبس مو صعبه، ابد مو صعبه، بس واحد يتبعها خطوات حيتحصل على كويستشنير حلو مرتب وفاليد ريلايبل، والافضل مره ثانيه استخدم كويستشنير جاهز. نكست، المشاكل من نتعرض لها مصطفى حكي عن الموضوع هو اللغه. من اجي اسوي كويستشنير او اذا انا ادور بالنت غالبا الحلقه ما حلقه كويستشنير عربي، كلش نادر. غالبا الكويستشنز اللي حلقاها هي موجوده غالبا انجلش او اكو غير شيء، مرات يعني برتغالي اسباني اشكال فرنسي كل شيء الاقي لغات، بس غالبا هم مو عربي والغالب مو انجليزي. شوفوا هذا نفس الاستبيان على اليسار 12 سؤال وعلى اليمين 12 سؤال. طبعا هذا الاستبيان اصلا احنا بنحاول نسوي كبحث، هذا الاستبيان اجي للانجليزي ترجمه للعربي حتى اقدر استعمله. ببساطه انتم ترجموا مباشره، بس اللي يريد يتبع خطواتك وخطوات الترجمه، اذا اللي كلش انترستد اللي يريد يكون بحثة مضبوط اكو خطوات للترجمة. مثلا احتاج انه اسأل خبير لغة، مثلا اجيب واحد خبير باللغة حتى هو ترجم لي، بعدين مثلا ترجم لي واحد من الانجليزي للعربي، بعدين اجيب خبير ثاني يرجع يترجم من العربي للانجليزي، واقارن بين الانجليزي الاصلي والانجليزي اللي صار هنا ترجمة العربي. وضحت النقطة؟ يعني الاستبيان بالانجليزي اترجمه صار بالعربي، بعدين الاستبيان بالعربي اترجمه ارجع بالانجليزي، واقارن بين نسختين الانجليزي، اذا كانت متش قريبه فحضراني ترجمتي صحيحه، اذا كانت كل واحده غير مصطلح معناها الترجمه غلط. ورا ما اترجمه هم شويه اسوي فاليديتي، بس انواع ثانيه. هذه اونلي فور انترستد، اكيد تقدر انت تجيب الكوستيمير ترجمه وقول انا ترجمت، وحاول طبعا تستعين بواحد شويه يفتهم اللغه. محمد، كل السبيانات تحتاج ترجمه؟ لو فقط السبيانات اللي تحتاج سايكومتريك او فيها شغلات مثل هذا السبيان؟ يعني هي غالبا الاستبيانات اللي انت اللي حتحتاجهم بيها نقاط هي بيها سايكومتريك، مثلا معدل نسيان ادويتك، معدل نفاذ الادويه،
هذه الأسئلة هي غالبا هي تكون مؤثرة بشكل استبيان كامل. الأشياء اللي مو سايكومتريك مثلا شلون لكم سؤال ضغط ضغط سكر هاي شلون مستوى السكر مثلا عندك اضرار هواية كلش قد تاخذ مثلا كلش قد مثلا تشتري دواك هذه الأشياء مو ما يتأثر بيها قناعة المريض لا صح غلط ما بيها قناعة المريض ما يصير اكو قناعة اكو سايكومتري هذه شوية تكون نحسة وتحتاج إلى فاليديشن. غالبا الاستبيانات اللي رتب هذا الشكل نقاط هي هذه الاستبيانات النحسة اللي يحتاج إلى فاليديتي وريلايبلتي. إذا أنت ما تسوي كاستبيان أكو نقطة جزء ما كلش وضحناها إنه مرات أنت ما تسوي استبيان. مثلا مجرد تسوي كم عدد أطفالك مثلا عندك بوليوريا عندك بوليدبسيا ويت لوس هذه الاسئله هي ما يحتاج فاليديتي ولا ريلايبلتي ما يحتاج احد يقول لك انه هذا ريلايبل لان هو اذا قلت له عندك بوليوريا مرة اسبوع قلت له عندك بوليوريا غير حكي ها مشكله بيه مو مشكله بسؤالك عرفت شو؟ بس الاشياء اللي هي سوبر كويستشنير مثلا يقول لي انت ايش قد تعتبر انه حياتك هي حياه منتجه هذا في شيء جزء اليوم يعتبر نفسه منتج باكر ما يعتبر نفسه منتج هذه الاشياء اللي هي بيها جوانب نفسيه هي كلش نحتاج بيها سايكومتر زين نيكس مصطفى اذا عندك شيء هم قولني هو مثل ما قال محمد يعني مثلا اذا مثلا ويت لوس از ا ساين اوف دايابيتس يس اور نو مثلا هذا السؤال مثلا كويستشنير اجنبي أنا ما أقدر إلا أسوي مثلاً ترجمة يعني هذا السؤال يعني عربي أنا حترجم بالعربية فقدان الوزن هو من أعراض السكر يعني ما يحتاج كلش هل توجه أسوي بالترجمة بالبالد إذا وياك وبالديتيد وريالبل ما أقدر إلا أسوي إجراء أسوي هاي بالديتيد توجه كل يعني ما في سايكومتر ما في شيء يعني عادي السكر وفقدان الوزن يعني ما في شيء سايكومتر أو باللغة حيروج يعني مشكلة عامة إذا ما قال حلو شوف هذا الكويستشنير هذا الكويستشنير الأسئلة المهم أنا تقيس الدراج أدهرنس يعني إذا واحد عنده كرونيك ديزيز هنا على الروماتويد أرثرايتس شوف إيش قد هم أدهرنت تو ذير ميديكيشن دائما من يسوي الكويستشنير حط بالبداية الديموغرافيك نيم الايج سكس ويت هاي بي ام اي هاي كل الديموغرافيك اوف ذا بيشنت حتى لو انت بحثك انت بحثك ما تريد تعرف اعمارهم بس ضروري تحط هذه الديموغرافيك اي بحث لازم أعمار المرضى، جندر مالتهم إذا أنا مثلاً داخل عن كرونيك ديزيز أحتاج أعرف الديوريشن مال ديزيز نادى أشوف الدراج أنترنس أريد أعرف شنو الميديكيشن وبعدين حبدي بالاستبيان اللي هو عن الأنترنس تو ميديكيشن اللي هو هذا الشيء هو حيجاوبه نعم أو لا زين تعرفون ليش أنا لازم أحط ايج وسكس بالكويستشنير مع إنه حتى لو مو الأوبجيكتيف بس لازم نحطها انت من حتسوي نتائج وتطلع من دراستك نتيجة معينة مثلا نقول انه اغلبية المرضى هم يلتزمون باخذ ادويتهم ما ينسوها هذه نتيجة البحث مالتي يعني اغلبية المرضى هم يلتزمون بادويتهم حيجي غير واحد يقول لك انا استعملت نفس الاستبيان مالتك بس طلعت لي غير نتائج اغلبية المرضى ما ياخذون ادويتهم النقطة وين انه الديموغرافيك مختلف يعني الجوز هذا اخذ عينه رجال ذاك اخذ عينه نساء يعني مثلا 70% رجال و 30% نساء وهناك بالعكس فحيطلع اكو فاريشن بالادهرنس يعني الكوبليشن مالتك مختلفه او ممكن بنشوف مثلا الوعي عن السكر عن اعراض السكر واحد يقول انا لقيت كل الناس تعرف بالاعراض السكر الاورنس مالتي عالي واحد يشوف اورنس مالته قليل احتمال الفرق انه هذا ماخذ يونج بوبيليشن وذاك ماخذ اولد ايج فاكيد ممكن تطلع هذه الاختلافات لذلك احنا نقول طلعنا هاي النتائج بالنسبه بوبيليشن كانت هيقد اعمارها ايش جندر اذا مثلا بعد مرات اضيف اشياء انه يسكنون بهالمكان ايش تحصل من الدراسي لان دول يعرف هاي البوبيليشن اللي انا درستها يعرف صفاته من أطل ديسكريبشن عليها من أطل نتيجة البحث
نتيجة البحث هذه تنطبق على هاي البوبوليشن. زين، من اكثر من واحد يسوي بحوث، واحد اجى سوى، انا سويت بحثي على صغار، اغلب السامبل طلع صغار ما قدرت اسيطر عليه، اجى واحد سوى اغلب البحث على كبار، نقدر نشوف كل النتائج تطلع انه الناس عندها مثلا ادهرنس، اذا نقول هذا المجتمع مو خوش ادهرنس، يعني كبار ولا صغار. بس اذا انا سويت بحوث عن الصغار طلع عندهم ادهرنس عالي، من الكبار طلع قليل، وخير ناس هم لقوا نفس النتائج. اذا الكونكلوجن مالتي الادهرنس عالي للشباب بينما قليل للكبار بالعمر. واضح هاي الفكره؟ نكست مصطفى. يعني بس ملاحظه، يعني اي بحث تسوي تقريبا تقريبا اي بحث هاي الصوره اليسرى انت حاطه يعني الايج جندر الويت السكن يا كليه يا محافظه مزوج، هاي كلها تحطوها، هاي كل بحث تسوي تقريبا هاي ثابته. يعني هو يعني هي المعلومات الاساسيه تحطلع على النتائج تطلع، يعني هاي ما تنسوا اي بحث، يعني ما نشوف بحث قاعد نتائج او حاط هاي وهاي محافظه، هاي كلش ضروري. حتى لو تكون نتائج بيبر انا بكتب بيبر نتائج، يعني النتائج حتى تفسرها على اساسها. يعني next هسه نجي على الانترفيو. اقروا على اليسار not a questionnaire. شباب الكويستيونير الصحيح انه اعطي للمريض ويمي، هذا هو الصحيح. احنا نسوي غلط خلي نحكي ويا المريض ونسوي له انترفيو، بس this is not the truth. الصحيح انه right thing to do هو انه نسوي نعطي للمريض انت اعملها براحتك، بس مرات احنا نكون مجبورين. وايا انت تعطي مثلا نجيب استبيان، اعطي السلام عليكم هذا الاستبيان عندنا بحث، احكي له يابا نسوي بحث ناخذ معلومات من عندك، معلومات تكون سريه، يتضمن عده اسئله عن مثلا التزامك بادويتك، واحنا ناخذ معلومات اضافيه ثانيه عن عمرك ومكان عملك مثلا. يقول لك ما يخالف تفضل امي. اول شيء يقول لك المريض مثلا انا تعبان، حقهم اكو مرضى تعبانين. مرات المريض يقول لك انا ما اعرف اقرا واكتب، وهذه كلش هوايات صادفوها من التارجت مالتك هو اولد بيبول، يعني كلهم ستينات وسبعينات، وين عندهم حتشوفهم ما يعرف يقرا ويكتب. حتى يانج مارتس للاسف. مرات المريض يقول ما يواس، خصوصا اذا اكثر الساعه واحد جاي عنده بحث، انا اقول لك ما يواس، انت يلا بسرعه خلصها وهذا هو. فمرات مجبورين، بس at least انت سويتك انترفيو اكتب اني سويتك انترفيو، واكو ناس ملوهم هم والناس اللي مثلا الشرطة منو اني اسألهم خليتك انترفيو. زين الانترفيو هي اني اقعد واسأل المريض، احضر ورقة اسأل المريض شو قد امرك، شو اشتغل، وين بيتكم، شو رأيك عن عن السكر، شو رايك عن الضغط، شو رايك عن هالاشياء، كانما مقابله، مقابله اخذ معلومات واعطي معلومات. شوفوا هذا علمنا بحث منشور بولي، an interview based study of non-attendance at screening for cardiovascular disease and diabetes in older women non-attendees perspective. بحث جديد مقدم مجله قويه interview based، حتى من نقل من study design journal is an interview study. فرق بين الانترفيو بعد ما يرد سؤاله ونعطيك كويستيونير. نيكست مصطفى. هاي اخذتها من فد ويب سايت سمبل سايكولوجي. انترفيو ار ديفرنت فروم كويستيونير از ذي انفولف سوشيال انتراكشن، مثل ما تقول. يعني مثلا انا قابل واحد اذا اريد اساله عن الدراج ابيوز، اريد اشوف انا بحث مالتي اريد اشوف الدراج ابيوز عند مجموعه من الناس الـ young people. جيت على واحد قلت له انت تتعاطى مثلا الحشيشه، تتعاطى المواد المخدره، نسبة كبيرة راح يقول لك لا طبعا لا، حتى لو يجوز يتعاطى، لان اكو سوشيال واكو ستيغما على الموضوع. بينما انا اذا جيت وطيت استبيان وقلت له يابا هذا ما حد حيقراه، من تخلصه حطه بهذا الظرف ولا تحط اسمك، هو حيحس انه هذا المادة سيكريتس محفوظه وما حد حيعرف عني، فحشوف حتى النتائج مالتي احسن. مرات اجي مثلا اقول له انا دايد اشوف عن رضا الناس عن المستشفى، شنو رايك بالمستشفى؟ اذا انا داوم بالمستشفى
شرح يقولون كل مسافة تعبانة هاي ينحرج مصاطة يقولون والله كل مزين ودكاترة ما يقصرون هذا بسيطة كل هواية يشوف هالحكي خلي يسألون الكوستينيا مع الحقائق حاولوا كيف ما تقدرون من بحث الكوستينيا يملك يا المريض حتستفاد انه الداتا تكون اكيورنت احسن مو مالي ماكو فد سوشيال او اني سايكولوجيكال ايشو تاثر على النتائج مالتك حتجمع داتا اكثر انا اذا جيت وطيت خمس مرضى استبيانات كنت مو وياها واذا عندكم سؤال انا موجود هذول خلال نشوف نص ساعه يملك اياه بينما هذول اذا انت واحد راح تسال يجوا ساعه ساعه ونص ما تكمل كلش مفيده نكست مصطفى الانترفيو تايمز بس ناخذ شيء بسيط عنها ما نريد نتعمق بها ستراكشر نفس الكوستشن راني اسال شو اسمك؟ ايش قد عمرك؟ وين بيتكم؟ شنو رايك عن هذا المرض؟ طبعا هذا اللي بيه انه الفاليديتي والريلابيليتي احسن لان اشياء ستراكشرد مرتبه محطوطه بتسلسل معين وهو حتى تايم افكتف لان انا اسال اعرف ما افكر بها اساله جواب سؤال جواب سؤال جواب اكو سيمي ستراكشر يعني هو كويستشنير ومرات اني اضيف عنه نقاط مثلا يقول لي المريض مثلا اقول له ناس المريض عنده كرونيك امينو كارسينوما يعني كرونيك كانسر يابا عندك ايش قد عندك بالعائله فاميلي هيستوري حيقول لي مثلا عندي سبعه هذا السترايكنج انسر في الجواب مفاجئ اصلا حتى لما سبعه اني حطيت ببالي انه ممكن اضيف اذا شفت هاي معلومه متضافه اضيفها مثل السمي ستراكشر ومرات اقول انه اذا المريض عنده مثلا ريلاتيف خليه يوصف لنا ذول الريلاتيف مثل ما هو ستراكشر كامل انت عندك عدد اياهم واحد اكتب اثنين ثلاثه اربعه اكتبهم ما انا لا ما يكون سمي ستراكشر يعني اكو انتراكشن اوف ذا ريسيرشر يعني ياخذ وقت من مشكلته يعني النوع الثالث هو انستراكشر مثل قاعد واحد بالتلفزيون شايفه يسمع يسمع ثاني تسأله سؤال يجاوبك وإذا حسب جوابه أنت حتسأل السؤال اللي وراه فشي ما يستعمل بالأبحاث just know about بس أعرف عن أكو مرات يستعمل unstructured interview خصوصا بموضوع ما أعرف عنه إيش مرض ما سامع به بحياتي فبدي أسأل المريض شي ليش تعرف شنو معلوماتك عنه مثل مريض مرض ما سامع به بحياتي شنو أعراضك وبعدين شو يصير ممكن جزء من الريسيرش يكون عن ستراكشر انترفيو بس فيري رير يعني كلش قليل انت شايفه بحياتي كلها اهتموا بالنوع الاول اللي هو اكثر واحد مستعمل نكست مصطفى دوريشن فد نقطة حلوة من انت تسوي الانترفيو كلش فد بوينت حلوة انه ابعد قيس الوقت اللي استغرقته من الانترفيو هذا من الريسيرش اللي مسويه The mean amount of time required for collecting data from patient was 8.5 minutes. Interview هذه كانت الوقت جمعناه طولت بين الانترفيو بعدين مين مالتها كانت 8 دقائق ونص. شنو فائدة انه اخذ وقت؟ ليش اخذ وقت؟ اول نقطة اخذ وقت حتى اعرف انه هذا الاستبيان مالتي سهل معقد وسط. إذا لقيت انه الاستبيان مالتي واحد يطول بي نص ساعة هذا مو براكتيكال افكتيف يعني ما حاط استبيان يطول نص ساعة احاول احل المشكلة من الانترفيو العفو الانترفيو ده يطول نص ساعة خلي احلها اكو اسئلة زايدة اكو اشياء ما احتاجها ليس الوقت لا شفت كل مثلا اجاء او حالة ثانية شفت انه اذا اسوي الانترفيو المريض يطول من عندي دقيقتين زين شنو الانترفيو يطول دقيقتين معناه هذا المريض مجاوب اجوبة مو صحيحة بهالحالة شو بقدر اسوي؟ اقول مثلا احط كرايتيريا اذا مريض طولت الانترفيو مالته جوال ثلاث دقائق اهملها لان هاي الداتا ما كبرت واكتب بالبيبر انه انا اهملت الداتا الانترفيو مالته وكان وقت قصير هنا حنشوف هذا تحكي عن الديوريشن عن بحث the most commonly they are only conducted once for individual or group and take between 30 minutes to several hours to complete هذا يحكي عن الانترفيو سمي ستراكشر الرينج نص ساعة إلى ساعات هواية يعني إذا تقدرون سوون مدة سوون انترفيو حسب الوقت اللي بتستخدمه مثلا هسه هذا الابلكيشن اللي عرضنا مصطفى مع كويك تاب سيرفي
انا يحسب الوقت مال انترفيو، اذا انت بدك تسوي كانترفيو يحسب الوقت اللي تستعمل الانترفيو. نيكست مستوى طبعا كل ما تكون الانترفيو بيبر ويل ستراكشر كلير، الكونتنت مالتها حاول اسويها فاليديتي. اذا هي تحتاج فاليديتي حاول يعني اشمل كل النقاط، وبعدين كل الانسرز البوسيبل احطهم ببالي. اذا جاوب بعدين شو اسالني، اذا خصوصا بحاله الكونتنجنسي كويستشن. زين شباب، كانت تكون ويل ستراكشر مرتبه حتى لا ادوخ من اقرا الاسئله مع النقطه واضحه كلماتها من اسئله المريض راسا حيفتهم السؤال، مو بعدين يعني شنو قصدك فسرني. لازم تكون النقاط واضحه، محتوياتها غلط، وانا حاط ببالي كل الاجوبه اللي ممكن يجاوبها على هاي الاسئله. نيكست observation، هذا فد كلش قليل نستعمله، انه اني مثلا اسوي بحث بس ما اقعد اسال ولا اسوي انترفيو ولا اطلع استبيان، اراقب العينه مالتي. اذا انا اريد اسوي بحث مثلا بالطوارئ، اريد اشوف المقيم شلون دا يسوي، طبيب الطوارئ ايش دا يسوي، شنو الخطوات اللي يسويها، هذا الاوبزرفيشن ميثود كلش مفيد. اجي دا اسوي اراقب يعني مثلا الطلاب امتحان، ما بعد هو اللي يمتحن دا يسوي اكزامينيشن يعني اراقبه، او ياخذ هيستوري اراقبه واسوي بحث اوبزرفيشن بدون ما اساله بدون ما اقول له بدون ما اعطي استبيان، لا بس اراقبه وعندي فورم املي املي به اللي كتبته. نيكست صفحه نشوفكم في المثال على الاوبزرفيشن ميثود. نحن يوزنج اوبزرفيشن تو كولكت داتا ان امرجنسي ريسيرش. طبيب حاير بالطوارئ، صعب اني اقول له تعال اكتب استبيان او اسوي له مقابله، لا اقعد اني اشوف وش يسوي، من اجى المريض ايش ساله ايش حط وياه، هاي الداتا كلها اجمعها مراقبه فقط. نكست زين هسه اريد بالكومنتس، احنا حكينا على انترفيو، حكينا على كويستشنير، قلنا ممكن اوبزرفيشن، تتوقعون اكو غير انواع داتا ممكن اجمعها؟ بس اعطاكم بالبدايه هنت، اكتبوا لي بالكومنتس شنو انا اقدر داتا تايبس، نشوف شنو اللي بالكم. سيستماتيك ريفيوز بعد شوف شنو انا نيكال ترايلز بعد الكونستكشن راح تكون ستدي ديزاين ما راح تكون داتا تايب. طبعا سيستماتيك ريفيو ممكن اني تكون الداتا مالتي هي بحوث منشوره سابقا، اجي اقراها واطلع كونكلوجن منها، هذا يسمونه سيستماتيك ريفيو. اللي يكون انترستد يقدر يقرا عن الموضوع، هو فكرة انه اني مثلا ابحث عن شكو البحوث اللي حاكي عن الاورنس اباوت دايابيتس، اجي ابحث عن هاي البحوث اقراها واسوي ملخص عنها. زين شباب يا هاي سيستماتيك ريفيو طريقه بحوث السيستماتيك ريفيو تعتبر كلش بحوث قويه. نكست مصطفى انا اشوف ارر داتا تايبس. هسه اقول ميديكال ايمج كلاسيفيكيشن، اكو هسه ممكن اجمع صور مال الاشعه، هسه انا احكي عن ميديكال ايمج هي اشعه مال راديولوجي، جمع الصور اسوي برنامج يقراها واقيس هذا البرنامج يقراها زين ولا لا. ممكن الداتا مالتي تكون صور، ممكن اجيب برنامج يقراها، او مرات لا اجيب صور مال اشعه اوديها على راديولوجيست اقول له دكتور قرا لي هاي الاشعه واعطيني وصف عنها، حنشر الاشعات والوصف مالتها، هذا نوع من الداتا. نكست مصطفى انا هذه اشياء ادفانس جديده حلوه،
مرات صور مع الباثولوجي مثل هنا لانجا ادينو كارسينوما سلايد هذا يسوي كلاسيفيكيشن نفس ممكن اجمع صور مع الاشعة ممكن اجمع صور مع السلايس مع الباثولوجي هم مفيدة كنوع من الداتا هذه الاشياء هم حديثة نيكست الانترستد حين يبحث عنها اكو فويس بيس سكرينينج فور سارس كوفيد سكند اكسبوجر ان كارديوفاسكولار كلينكس هذا يحكي عن انه الفويس از تايب اوف داتا ناس يحكون وبعدين يسوون اناليسيس بالصوت مالتهم يعرفون هذا عنده كوفيد 19 لما عنده كوفيد 19 هيك ادفانس حلو نيكست مصطفى الميديكال ريكوردز اللي هي سنتمنتس اناليسيس هذه هنا نشوف انه اكو الطبلات ميديكال ريكوردز اعدادها كلش هواية هذه ممكن اني اجمعها واسوي من عندها فد اناليسيس واطلع نتائج يكون عندي اكو برامج خاصه تحاول تطلع المعلومات من هذه الريكوردز تعرفون الريكوردز بالهيستوري اكو اشياء مو مهمه انه مثلا المريض اجى الصبح بالليل هاي مرات بتكون الريليفنت مرات الريليفنت مرات الريليفنت فهو البرنامج يطلع لك بس الاشياء الريليفنت من هاي الريكوردز وبعدين يسوي عليها اناليسيس تطلع نتائج احصائيه حلوه بعد مصطفى ورا بس حنشوف هذه categorization of cancer medical record هم sentiment analysis عندهم كانسر عرفوا شنو الاعراض مالتهم شد اعمارهم مجرد طبلات حتى ما حدا مرتب طبلات مكتوبه كانما PDF مريض فلان 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 اجى دخلها على برامج ممكن طلع لنا معلومات من هذه الداتا اللي هي medical records next مصطفى حبيت احط لكم هاي الصوره اكيد هواي شايفين الفيلم اقروها بديت سامبل من اصعب الاشياء اللي نواجهها دائما احنا نشوف اكو مشكله بتجميع السامبل بس السامبل يخلص ثلاث ارباع البحث يكمل ان شاء الله الموضوع القادم حيكون عن السامبل نشوف شلون ناخذ السامبل شو كنا ناخذ راندم ان راندم ان شاء الله استفاديتوا نيكست مصطفى وانا هسه احنا هم خوض نسوي مجلة طلابية المجلة هذه سويناها حصلنا بها تسجيل من دار الكتب والوثائق العراقية حصلنا بها ISSN عندنا editorial board محررين وعندنا مقيمين طبعا مجال مفتوح اي واحد يشوف نفسه رغبة انه يكون محرر او يكون مقيم بالمجلة يقدر يسجل واحنا نرحب من جزء من هاي العائلة من المجلة إن شاء الله تكون الموضوع مفيد لكم استفاديتوا أي أحد عنده أي سؤال يعني لا يستحي بادروا بالأسئلة وإحنا إن شاء الله حاضرين حطيت شكرا بالعربي لأن أنا أحبه شكرا عندنا سؤال دكتور خلينا نقرأ الأسئلة يقدر واحد بحث مع التليفون داتا كونكشن من خلال التليفون نفس الوقت كويستيونير طبعا ممكن انت تقول انه انا سويت البحث كانترفيو سويت واستعملت بيه كويستيونير بس انت كتبت قول انا صممت كويستيونير هون تفاصيل الكويستيونير بعدين من بدي اجمع الداتا انا سويت مقابله ويا المرضى او ويا عوائلهم اهم شيء هي انت تكتبي الاشياء اللي سويتها حتى تكون شغلك واضح ومفهوم عادي ماكو مشكلة تقدر تقول انه انا سويت كويستيونير بس سويت انترفيو فالملاحظة اذا انت صادق ببحثك اذا انت صادق بكلامك الناس حتى يعني ما تتوقع انهم هذا ليش يجي يسوي لا حيقولون عنده صعوبات ما قدر يسوي بس المهم هو كان صادق اهم شيء ابتعد عن الكلاوات هاي نصيحتي أم أكو أفضلية بين الاستبيان عفوا تبدأ زين أم أكو أفضلية بين الاستبيان بالمستشفيات أو الاستبيان الأونلاين يعني هو ماكو فد شيء هذا أفضل من هذا بس أني حتى مصطفى رأينا إنه إذا واحد أول ما يريد يجرب في الاستبيان البحث بالمستشفى حلو يسوي لك واحد كلش تعامل ويا مريض
تشوف الصعوبات، جزء تحب البحث وجزء تكرهها، هاي تبقى. بس يعني مو تجربتها حلوة، مرات تقدر تسوي بحث مرات يعني كاستبيان أونلاين، بس خطوات مالتك صحيحة، استبيان مالتك مرتب، الإحصاء مالتك مرتب، يطلع بحث ممتاز. ومرات بالمستشفى ومرحبا وماكو داتا وماكو مرضى، بعدين حتى الناس تبقى تبني داتا من عندك. اختار الموضوع اللي تقدر تجمع عيناته، اللي مقتنع به وتحبه، دارس عنه، فاهمه. اذا اكو احد مشرف، المشرف هم يساعدك به، حاول تستفاد من المشرف مالتك، لان هو هذا وظيفته انه هو يساعدك ترى. فيعني ماكو فتشي ابدا من فتشي، ياخذ فيزابل تسوي. ايش قد عدد السامبلات المطلوبه كمعدل يعني؟ اكو فد طرق عن حساب السامبل سايز، ممكن هذه يعني بيوند السكوب مال الموضوع، بس حطيك فد نصيحه. انت جيل عندك عدد الفاريبلز، لكل فاريبلز 10 سامبل، زين؟ يعني مثلا نقول انت مسوي استبيان ب 15 سؤال، كل سؤال اكيست 10 بارتيسيبنت، جيل يطلعون 150، هذا يسمونه رول اوف تايم. شلون اقول لك اياها؟ يعني نظريا، بس اكو اسئله لا تحتاج سامبلز، اكو كويستشنيرز مثلا 15 سؤال بس لا يحتاج سامبل اكبر، اكو يحتاج سامبل اقل. حتى سهل عليك شوف انه يعني رول اوف تايم مينيمم، هذا المينيمم. دكتور حسن يقول مشرف حددنا بعدد معين وقال اقل شيء 300، طيب كل واحد اوبينيون، ممكن يقول لك انا 300 اكو 400، اكو قوانين تحسب السامبل سايز، كتبوا سامبل سايز كالكوليشن، ان شاء الله اذا على الموضوع جاه نحكي لكم على السامبل سايز كالكوليشن وياها. اكو طرق الحساب، بس مرات مشرف يقول انا اريد 300 اريد 500، وقت هسه انا اقدر اتبحث هو يكفي ب تقريبا 180 بارتسمنت، بس احنا اشترطنا 300، قلنا هاي 300 احنا مقتنعين ان 300 مناسب واقل هو غير كافي. اذا تريد احسب السامبل سايز مالتك. واضح حسن؟ نور دكتوره يا الافضل يس او نو او الاختيارات؟ طبعا نفضل مثل ما قال لكم مصطفى انه يعني يس نو هو افضل، دائما يس نو افضل، لان دخلها هسه اذا جربتوا اس بي اس حتى من نسوي كودينج نو صفر يس واحد، ادخال الداتا سهل، الاناليسز مالتك سهله، بتجي تاخذ خيارات متعدده، مثلا هي شو اسمه، هل لديك احد الاعراض التاليه؟ يطلع عنده ضغط وسكر، شلون حجي اسويه؟ او مثلا يطلع عنده ضغط وربو، يطلع عنده سكر وجلطه، هذا صعب من ادخلها وصعب من اسوي لها اناليسز، فلو تسويها باينري يكون افضل لكم. يعني عندك ضغط؟ نعم لا، عندك سكر؟ نعم لا، عندك ربو؟ نعم لا. واضح؟ شاطر تمام. نائل احنا انجبرنا على موضوع ماكو عليه محوذ. ما اتوقع ماكو موضوع ما عليه محوذ، هسه موجوده محوذ خير من الله، وين ما تريد جيجا بحث نائل، بس دور زين شنو الموضوع مالتك، بس اكتب لي انت شوف لك اذا وصلك هو. بس انا برايي انه ماكو موضوع هو ما عليه محوذ. هاجر علاء الدين لنقق مناي، بس اذا كل شيء اخذت فكرته من البحوث المنشوره على موضوعي يحتاج تعمق موضوع الباناتي ورياضاتي لو ما يحتاج؟ دكتوره نصيحه انه تسوي فيس والكونتنت فضلتي اتليست، يعني مو صعب قول يابا انا كتبت البحث، انت قلتي انه اخذته من غير بحوث، يابا انا قرات بحوث ومن خلال هاي القراءه سويت هذا الاستبيان، هذه انت بعدين سويت له فيس فاليديتي، انت حصلتي شيء يثبت انه كوستشنير مالتك مرتب، وبعدين وديته على استاذ قرا، كل الكليه حتلقون اساتذه كل الاختصاصات، ما اتوقع اكو واحد منهم حيتعاجز، يعني هو كوستشنير في صفحه يتعاجز يقرا
حقيقة رأيكم هذه النقطة زينة هذه النقطة لا. واختاروا الأستاذ اللي متعاون، لا تروحون على الأستاذ الغلط. هذه نصيحتي وإن شاء الله كلهم يساعدوكم. أنا حكيت لكم شوية بغيت بغيت الأشياء تعمق الانترست اللي يريد يسوي بحث سوبر تعمق فيه. المينيمال ريكويرمنت أنا برأيي إن الفيسبوك كونتنت فالنتي كلش قوي وكلش تفيد بحثكم، وهذا احنا اغلب اللي نسويه هو فيسبوك كونتنت نادرا حتى اروح على لينكدين كان كونسومينج وصعب. واضح دكتورة راجل وفد شي بعد؟ Attitude to an effect of motion, motion on studying on first and second year. Then now English first and third. أكو فد نقطة على بس الأول والثالث. يعني تلقى أنت motion يعني جزء أنت ما راح تلقى بالضبط first and sixth، ممكن تلقى مسوين على الكلية بشكل عام. الايموشن ويا الستادينج ممكن ميديكال ستودنت ممكن نون ميديكال. اذا لقيت مسوي على ميديكال ستودنت احاول استفاد من هيك بحث، ما لقيت ميديكال ستودنت فاني اشوف اي احد مسوي على ستودنت احاول اقرا مثلهم، اذا مستعمل استبيان اسوي له اخذه، اذا اقتنعت بيه وهو حلو استعمل نفسه، بس ما اقتنعت اسوي له موديفيكيشن واسوي بسرعه فيس وكونتنت مثل ما صرت تنتبه بسيطه من الفيسبوك. إذا ما لقيت لا طلاب طب ولا أي طالب عنده يعني شو اسمه سوي بحث على هالموضوع، ممكن أسأل أشوف إنه موضوع متقارب، الناس اللي هم يتعرضون إلى ضغط شنو تأثير الإيموشن على شغلهم، يأثر شغلهم ولا لا؟ وأقول يا بعني مثلا هذا أول موضوع، بالعكس حيكون نقطة قوية إنه أنت أول من يسوي بحث على هذا الموضوع، يعني انت بايونير سوي بحث ما حد قبلك مسوي، فهذه نقطة إيجابية انت تقدر تستغلها انه انا اول ما سويت بحث فهاني ما حد حيقول لك انت وين الفالتي مال زين، وانا زين مسوي اول بحث عن هالموضوع. واضح نائل؟ واذا شوف يعني شوف دزيها ما يقدر ادور لك عن بحوث بهالموضوع. إذا كان عشان دكتور سمعت وهذا نشوف لازم نراسلهم حتى يرسلوا إنه صراحة نريد نحكي المضبوط المفروض واحد يراسلهم أخلاقيا، أنت تستعمله إذا هو مطي إذا هو كاتب لك إنه أي واحد يقدر يستعمله استعمله، إذا ما كاتب لك لازم تراسله أني هستعمل هذا الاستبيان لأغراض بحثية، أنت أغراض كل منكم هالأشياء ما عندي دخل فلوس بجيبه، بس مو بماي مجلات تحاسبك بس اكو ناس من الكلا اي متيرة تستعملها اسأل صاحبي ولا انت تقبل استعملها ولا الشيء اذا مو كوميرشال فالامور تمشي يعني غلسوني انت ما عندك عوائد مادية، بس اذا بي كوميرشال مثلا تاخذ فلوس لا الاشياء يصير عليها محاسبة خارج العراق مو داخله. محمد واضح؟ محمد اماد؟ طبعا تقدر تشوف اسماء الاوثرز وتسوي لهم يعني تراسلهم على الميل ويجاوبوك. شباب احد عنده سؤال اكو فد نقطة مو واضحة؟ ننتظر بعد 7 دقائق إذا أحد عنده سؤال تفضلوا، من يريد يقدر ياخذ راحته، من يريد يفتح مايك من خليج فتح المايك ترى منعك عيونه مصدر. SAA شوفي دكتورة يعني اكو هواية بوكس عن الريسيرش ميثودولوجي، بس انا شلون تعلمت؟ تعلمت اقرا بحوث. مصطفى نفس الشيء، مصطفى؟ اي هو انا شلون من خبرة واحد من اقراءه مالته البحوث الاخلاقية ويتعلم. اكو هي كتب يعني تسالها هالموضوع يعني
نحن نقول اسمها في الكتاب اسمها How to read a paper، يعني هو مو كل شيء ريليتد يعني، بس في كل شيء بالبحوث يعني راح يكون معلومات عامة وكل شيء يعرف فيه بعد، بس يعني مو كل شيء بكل معلومات اللي ذكرناها يعني. بس يعني مثل ما محمد ليش خبرنا وانتم اقروا النقطة مقاربة لموضوعكم، إذا هذا الموضوع عن الديابيتس عندي أقرب الاستبيانات البحوث اللي مسوي عن الديابيتس، ومن شوفت كونسبت سوينا جوجلت مثلا شوف شنو هذا، مثلا هذا شخص سوى استبيان وسوى له ريلايبلتي، شنو هذا ريلايبلتي شلون أسوي له أبحاث أطلع له استبيان، بالنسبة لي أنا مش تعلمت يعني. وحتى من أسوي مصادرها كل مصادري هي من ريسيرش، يعني تقول اكو على بورميت ضد داتا بيس عظيمة عظيمة كلش كل شيء تقنيته تقول منها ان شاء الله. عاشت الايادي طارق الله جدا ما تقصرون، يا رب دوم الموفقيه وايدكم سعيد مقدما. اذا شاء عايشة مريم زين سمعنا صوتك، عيد سعيد ان شاء الله على الجميع ان شاء الله. مشتاقين انا اليوم كنت ببغداد بس لواحد ماجد انت طارق ما شفتك. يلا حرامات ان شاء الله على الجايات ان شاء الله خير يا ربي، واسمع عنكم الاخبار الطيبه ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الاخبار ان شاء الله. شباب ان شاء الله يعني عندي عطله خصوصا الطلاب ان شاء الله عطله سعيده، ان شاء الله تستغلوها بابحاث قويه كلها منشوره ان شاء الله تنشر باحسن الاماكن. اللي عندي واللي اكيد هسه كل عيد ان شاء الله الاسبوع ان شاء الله عيد سعيد. أي أحد عنده استفسار أي سؤال ريسيرش فأنا ما عندي معنا أولا دكتور مصطفى بأيوك سألوني إن شاء الله نقدر نساعدكم على قدر معلوماتنا واستطاعتنا إن شاء الله. السؤال أخير ممكن مول عيوني بالنسبة للكوستشير نفسه هو بحوث ندور بيها من نلقى الكوستشير أتاشت وين بالضبط نقدر نلقي؟ يعني المشكلة خصوصا انه نسأل الاوثر انه لانه الكوستشير مو موجود بالارتكل نفسه او بالريسيرش. هذه في نقطة ثانية صحيح وانا مرات ما تجي. شوف اذا ما لقيت الكوستشير نفسه تدري ايش اسوي؟ اول شيء سيرش باي جوجل ودور بالايمجز، مرات تلقى بالايمجز توصل على الاستبيان لقيته. اذا حتى بالايمجز ما لقيته ودور هو بال جوجل ما لقيت كل شيء طبعا على ارتكل شوف اسمه بعد وراسلي. انا مجرب كم مره، مرات يعطيني مرات ما يراسلني ما يجاوبني، والمشكله ليش ما يجاوب لان يعني عاده احنا بداياتنا باحثين مو اقوياء وهذا بحث كبير ما يجاوبك، ماكو ناس لا تجاوب وتتعامل. اذا انت ما حصلته ولا جاوبك ولا اي شيء شوف لك استبيان ثاني، ماكو غير حد. هو من الارتكل في قسم الميثودولوجي انه اكفت خانه معينه سبلمنتري عاده ينحط جوا، تشوف الارتكلز اكو جوا سبلمنتري يحطون اتاشد فايلز عن مثلا اذا نتائج اضافيه بعد مرات يحطون استبيان ذات الكوستشنير يحطون سيرفي يحطون بالاخير سبلمنتري، مرات لا يحطون داخل الميثود بس غالبا اللي يكسرون هو اتاشد سبلمنتري فايل. شكرا دكتور.